السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا تاني في دروسنا عن تعليم SQL Server 2016. هنتكلم دلوقتي عن Column Store Index, وهو مش عايز اقول ان هو فيتشر جديد في 2016, بس في تطورات حصلت في 2016 مهمة وعايزين نتعلمها مع بعض دلوقتي. طيب اولا خلينا نتكلم عن تاريخ Column Store Index, History of Column Store Index. بعدين هنتكلم عن الاركيتكتشر واليوسج بتاع كولوم ستور, امتى نستعمل الكولوم ستور اندكس. يعني عايزين مش عايزين كل ما حاجه جديده تطلع نستعملها, المفروض نستعملها في المكان الصح بتاعها. عايزين نشوف اليوسج والاركيتكتشر بتاع كولوم ستور اندكس بحيث ان نستعمله في الموطن الصح. بعدين نعمل ديمو بسيط عن الكولوم ستور اندكس. طيب اولا كولوم ستور اندكس بدا تعريفه في سيكوال 2012, ماشي؟ بس اول ما نزل في سيكول 2012 كان هو نون ابديتابل, ما ينفعش ان احنا نعمل ابديت للكولوم ستور اندكس الا من خلال البارتيشننج. انا عملت اتكلمنا عن البارتيشننج, اتكلمنا عن البارتيشن سويتشنج. فممكن في الداتا وير هاوس نجيب داتا ونحطها في تيبل, ونفس التيبل ده بيبقى عليه نفس الكولوم ستور اندكس بتاع التيبل الايه اللايف تيبل بتاعنا, وممكن من خلال الحركه دي نعمل سويتش الداتا من البارتيشن اللي فيه ستيجنج داتا للتيبل اللي فيها ايه اللي فيها اللايف داتا بتاعنا. ده الطريقه بنعملها في الداتا وير هاوسنج عشان ما كانش الكولوم ستور اندكس ابديتابل في 2012 وكان نون كلستر فقط. بعد كده في 2014 عملوا اديشن اوف ابديتابل كلسترد كولوم ستور اندكس, يعني الكولوم ستور بقى كلسترد وبقى ابديتابل في سيكول 2014, ماشي؟ دلوقتي في 2016 في حاجات كتيره اتغيرت. اولا الكولوم ستور اندكس ممكن يتحط على الان ميموري تيبل, لسه ما اتكلمناش على الان ميموري تيبل بس نتكلم عليها ان شاء الله. وممكن نعمل نون كلسترد اندكس على كولوم ستورد اندكس, يعني ممكن نحط النون كلسترد اندكس العادي اللي هو القديم قبل الكولوم ستور على كلسترد كولوم ستور. كناش نعرف نعمل الحركة دي قبل سيكول 2016. وممكن نحط primary key constraint على التابل برضو. وبعدين ممكن يعني في حاجة في الباك جراوند في الانجن بنسميها parallel data insertion في الدلتا ستور, هتكلم عن الدلتا ستور بعد كام سلايد. ففي تحسنات في البرفورمانس برضو, وفي تحسنات في البرفورمانس من خلال الحاجه بنسميها string lookup عشان يعملوا dictionary filter جوه column store index. يعني مش هدخل في الموضوع ده كتير, بس في تحسنات كتيره في البرفورمانس. وبعدين السناب شوت والريد كوميتد سناب شوت isolation level fully supported مع column store index. وممكن نعمل updatable column store index على readable secondary بتاع availability group, فممكن نحطه على availability group, وده موضوع مهم جدا. وممكن نعمل updatable non-clustered column store على ال heap or b-tree. يعني ايه؟ اولا قلنا ان ال column store كان non-clustered في الاول وكان non-updatable, يعني ما نعرفش نعمل اي تغيرات في ال data في ال table. وبعد كده بقى ايه؟ clustered و updatable, يعني clustered مش non-clustered, clustered column store و updatable, تمام؟ وبعد كده قلنا في 2016 في 2016 ممكن نحط non-clustered index على clustered column store. يعني ممكن في non-clustered index الindex العادي اللي هو by row, non-clustered index العادي بيبقى row by row page by page, بتعمل pages زي ما اتكلمنا في الindexing من ايه من كام درس فات. ممكن نحط non-clustered على clustered column store index. ودلوقتي ممكن نعمل updatable non-clustered column store على الـ heap or b-tree. يعني أنا لو عندي table heap يعني بدون أي index, أو b-tree يعني clustered index عادي. لو عندي الـ clustered index أو b-tree hobbit heap or b-tree ممكن أحط updatable non-clustered index. طب ليه أعمل كده؟ لأن لو حطيت clustered column store index الشكل بتاع table بيتغير. بدل ما يبقى stored in pages زي ما احنا عارفين pages و extent وكده, بيبقى stored بطريقة مختلفة وحنوريها يعني في السلايدز اللي جاية ان شاء الله. فاحنا ممكن دلوقتي نعمل non-clustered column store index ونسيب التابل زي ما هو بالclustered index. فده بيساعد لان ممكن ممكن نحط يعني النوعين من الindex بحيث ان بعض الكويريز يستعملوا clustered
يستعملوا كولم ستورد اندكس، وبعض الكويريز يستعملوا الاندكس العادي اللي هو من النوع اللي ايه القديم اللي هو رو باي رو يعني. طيب خلينا ناخد بصه على الاركتكتشر بتاع الكولم ستور اندكس. تمام، ده الداتا لما تبقى ستورد ان روز صح، وقلنا بيبقى بيجز. تمام، وبيبقى لو اندكس بيبقى شكله ايه، شكله كده بيسميه بي تري بالانس تري صح، ده الليف نودز صح، وبعدين بيبقى فيه ايه، عفوا ده بيبقى الانترميديت نود انترميديت وده الروت نود اصل الشجره، وبعدين بيبقى فيه ايه الليف صح الليف بيجز، ودول بيبقوا اللي عليهم لو ده كلاسترد اندكس بيبقى عليه الداتا نفسه في الليف، بيبقى شكله كده، والداتا بتبقى ستورد باي روز. الكولم ستور مختلف تماما، الداتا دلوقتي ستورد باي كولم مش باي رو، يعني الكولم ده بتحط في داتا ستورج مش زي الرو، مثلا الرو ده بيبقى في بيج كامل لوحده، لا دلوقتي الكولمز بيبقوا على بيجز مختلفه، وبنسمي ده رو جروب. تمام، وده بنسميه سيجمنت، سيجمنت اللي هو ايه الجزء ده، يعني السيجمنت ممكن نقول الانترسكشن بين الايه بين الكولم والرو جروب، ده بنسميه سيجمنت. فالطريقه اللي الداتا بتتسجل بيها مختلفه تماما عن الهيب او عن البي تري. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الكولم ستور اندكس؟ اللي بيحصل ان الكلاسترد كولم ستور اندكس مثلا الفيزيكال ستورج بتاعه مختلف، زي ما قلنا هو بيتسجل بالايه من خلال الكولم نفسه، يعني هو الاركتكتشر الفيزيكال ستورج بتاعه مختلف باي كولم. تمام، فالكولم ده بيتعمل له كومبريشن كويس جدا، لان بالكولم ممكن يبقى فيه داتا كتيره زي بعض، ممكن مثلا الكولم يبقى فيه ارقام، فبيبقى ارقام كتيره زي بعض، فممكن نعملها كومبريشن. اللي بيحصل في الكومبريشن على سبيل المثال خلينا نكتب هنا حاجه بسيطه كده عشان نشرح الكومبريشن، بس نكتب مثلا ايمن كده واحمد ده اسم اخويا مثلا، اوكي ودول اسامي. تمام، فاحنا عندنا A صح و A و A. تمام، وعندنا M و M نعلم. الكومبريشن بيعمل ايه؟ بيبقى فيه مكان معين للستورج وبيكتب فيه مثلا A، وبدل الA يحط مثلا رقم واحد، ويكتب مثلا M يحط رقم اتنين. تمام، فاللي بيحصل ان الداتا لما تبقى compressed ده بنسميه dictionary هنا. تمام، فاللي بيحصل ان الداتا لما تبقى compressed بياخد مثلا الA ده، وبدل ما يبقى A في الداتا بيحط مكانه 1، تبقى الداتا شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده. خلينا ايه 2 1 n صح؟ طيب موضوع ملعبك شويه انا عارف، بس الفكره ان كل ما نشوف a في الداتا بتاعتنا بنحط 1 مكانها، ماشي؟ فال1 ده بيجي ايه هنا وهنا وهنا، وكل ما نشوف M مثلا عشان M حرف متكرر بنحطه ايه بنحط رقم 2 مكان ال M. فاللي بيحصل بدل ما اسجل ال A كذا مره بسجلها مره واحده بس، وبعدين في الديكشنري انا بقول كل ما يبقى فيه A نحط مكانه رقم 1، فانا مش محتاج ان اسجل 1 ده اكتر من مره واحده، لان ال 1 ده علامه بوينتر للA بتاعي، فده بيوفر مكان في الداتابيس. فده اللي بيحصل في الكومبريشن. فاللي بيحصل كولم ستور اندكس بيعمل كومبريشن كويس جدا، لان الداتا في الكولم بيبقى اقرب لبعضه من الداتا في الرو، بيبقى فيه سيميلاريتيز اكتر. تمام، وبعدين الروز اللي بتتكتب بتتحط في حاجه اسمها دلتا ستور. دلتا ستور ده بياخد الروز الجديده، تمام، وبعد فتره يعني او بعد مثلا مينتيننس اللي بيحصل ان الدلتا ستور الداتا بتتزود تاني في الكولم ستور والتيبل ستراكشر بيتغير. تمام، وهنا عندنا النون كلاسترد كولم ستور على تيبل اكزيستنج. فاللي بيحصل ان الاكزيستنج تيبل بتاعنا هي رو داتا صح روز، يعني بنعمل بريك اوت لرو جروبس، وبعدين نعملها بريك اوت لكولم سيجمنتس،
وبعدين نعمل لها compression ماشي. والcompressed column sections دول بيتعملوا ايه ككولمن ستور اندكس. فده اللي بيحصل في الاكزيستنج تيبل. لو عندنا تيبل ونحط فوق ايه نون كلاسترد كولمن ستور اندكس. طيب اللي بيحصل في الدلتا ستور، احنا خلينا نرجع بس نبص على الدلتا ستور هنا. الدلتا ستور ده حاجه زياده في الايه في الكلاسترد كولمن ستور اندكس، لما بيجي نزود داتا مش في الايه مش في الاندكس. زي ما قلنا كان زمان نون ابديتابل، لما عملوه ابديتابل زودوا حاجه اسمها الدلتا ستور. الدلتا ستور بتعمل ايه؟ بتحط حوالي 1 مليون روز، وبعدين لما بتوصل الدلتا ستور لما بتوصل 1 مليون روز بعد كده بتاخد الروز دي وتحطها في الكومبريس داتا ستور، فبتبقى تابع الايه بتبقى تابع الكولم ستور اندكس. وزي ما قلنا في 2016 حتى النون كلاسترد اندكس بيبقى ابديتابل، فبيبقى له الايه الجزء من الدلتا ستور. فالفكره ان الكولم ستور اندكس بيساعد في الريد بيرفورمانس، لان الداتا بتبقى ايه كومبريسد ماشي. كومبريشن احسن من الكومبريشن بتاع الرو داتا. فاحنا بنقول دايما ان الكولم ستور كويس للداتا وير هاوس ورك لود. ليه؟ لان بيبقى فيه اجريجيشنز كتير جدا ماشي. اجريجيشنز بمعنى تجمع المعلومات. مثلا عندنا مثلا مليون اوردر وعايزين ناخد يعني تجميع الاوردرز دي كلها بكام، اوردرز بمليون ب2 مليون ب3 مليون، عايزين ناخد رقم واحد اجريجيشن. فبدل ما نقعد نقرا كل البيجز رو باي رو، لا احنا بنقرا كولم بس بتاع الايه بتاع الايه بتاع الكولم اللي فيه المعلومه. مثلا عندنا ايه برودكت نيم مثلا، عندنا مثلا برودكت كوست، كل واحد من دول كولم صح، كل واحد من دول كولم. فلو اديتها رو باي رو يبقى لازم ناخد نطلع البيج وبعدين نعمل ايه، عايزين نعمل السم هنا صح، قلنا عايزين نعمل السم سم للايه للكولم ده. فالكولم ستور ميزه الكولم ستور ان بياخد الكولم ده بس ويعمل له سم وبيرجعه، وعشان بيبقى كومبريس بيرجع بسرعه جدا. غير ان مثلا الرو، لو رو باي رو لازم يطلع الرو باي رو ويبص على الاندكس ويطلع المعلومه ومش عارف ايه وبعدين يعمل لها سميشن تمام. فلو عندنا يعني فيو تيبلز، يعني مش تيبلز كتير، وعندنا لارج داتا سيت، داتا سيت كبير، الكولم ستور اندكس بيساعد جدا تمام. خلينا ناخد فتره هنا عشان نعمل فيها ديمو عن الكولم ستور اندكس. دلوقتي هنشوف الكود عشان نحاول نعمل كولم ستور اندكس في السيستم بتاعنا. انا عملت داتابيس جديد وخدت الفاكت انترنت سيلز من الادفنتشر وركس داتابيس بتاعي وحطيته في الداتابيس الجديد بتاعي تمام. فاول حاجه عايز احط كلاسترد اندكس عادي تمام، بعدين خلينا نحط نون كلاسترد اندكس على الاوردر دي ماشي. انا حطيت كلاسترد اندكس على الاوردر نمبر واللاين نمبر، عايز اعمل نون كلاسترد اندكس على الاوردر ديت بتاعي تمام. بعد كده هاخد نفس التيبل واحطه في تيبل جديد في الداتابيس بتاعي اسمه فاكت انترنت سيلز اندرسكور سي سي كولمز سي كولمز، يعني كولم ستور اندكس كلاسترد كولم ستور اندكس ماشي. ولما الكويري ده يخلص هعمل كلاسترد كولم ستور اندكس على التيبل بتاعي تمام. وبعدين لما اقول كلاسترد كولم ستور ما بحطش اسامي الكولمز. ليه؟ ان احنا قلنا ان الكلاسترد كولم ستور الكلاسترد كولم ستور بياخد التيبل وبيعمل كل كولم في ايه في الجروبنج بتاعه، فبيغير الشكل التيبل بحيث ان تبقى على شكل الايه على الكولمز. هعمل نون كلاسترد اندكس على الاوردر ديت برضو ماشي. وهعمل تيبل تاني برضو نفس الشكل ونفس الحجم وكل حاجه ونفس الرو نمبرز واحط عليه نون كلاسترد كولم ستور اندكس ماشي. واحط برضو عليه يعني ده نون كلاسترد كولم ستور وده نون كلاسترد ايه اندكس. فالتيبل ده التيبل ده يعتبر هيب لان ما عندوش كلاسترد اندكس خالص. اول تيبل هنا كلاسترد يعني كلاسترد اندكس وعليه نون كلاسترد اندكس للاوردر، وتاني واحد كلاسترد كولم ستور تيبل وعليه نون كلاسترد اندكس للايه للاوردر ديت، وده عادي مش كلاستر مش يعني اندكس عادي تمام. وتالت تيبل عليه نون كلاسترد كولم ستور ونون كلاسترد اندكس
تمام. خلينا نحط set statistics IO on، هندروب clean buffers كل حاجة تنزل من على الميموري، وخلينا ناخد بصة على الايه، هدوس هنا عشان نشوف الايه execution plan، وحامل ايه، حامل دلوقتي range query على التابلز بتوعي تمام. وزي ما احنا شايفين النون كلاسترد الهيب اللي عليه نون كلاسترد تيبل، نون كلاسترد اندكس عفوا، اكتر واحد خد وقت يرجع المعلومات. ليه؟ لان دلوقتي لازم يعمل السكان على التيبل تمام، وهنا بيعمل سيك على النون كلاسترد اندكس، فيعرف يعني التيبل اللي عليه كلاسترد اندكس عادي ونون كلاسترد اندكس عادي على الايه، على الاوردر ديت، رجع الايه المعلومات اسرع من التانيين. ليه؟ لان هو عليه اندكس كويس ممكن نستعمله، وبعدين بيعمل رينج سيلكشن ما بيعملش اجريجيشن. ممكن نشوف برضو اللوجيكال ريدز 11 لوجيكال ريدز بالنسبه لاول ايه، اول تيبل في الايه في الكويري بتاعنا، والتانيين عملوا سكان ما عملوش لوجيكال ريد، يعني عملوا سكان على التيبل كله عشان يرجعوا معلومات صح. زي ما احنا شايفين اندكس سكان كولم سور اندكس سكان، عمل سكان على التيبل كله، والتالت عمل سكان على التيبل كله برضو عشان ايه الاندكسز مش مظبوطه بالطريقه اللي احنا عايزينها. بس خلينا نشوف بقى ايه الاجريجيشنز تبقى شكلها عامل ازاي. ماشي، خلينا نشيل نشيل الداتا من الميموري، وبعدين نعمل اجريجيشنز تمام. وهنشوف دلوقتي ان بالنسبه للاندكسز الاجريجيشنز اسرع بكتير فين، في التيبل اللي فيه clustered column store index، وبرضه في التيبل اللي فيه non clustered column store index. ليه؟ لان الاجريجيشن ده بياخد الكولم ده ماشي، والديتا نفسها stored في الكولم تمام، وبياخد الكولم الثاني والثالث والرابع وبس، وبياخد الكولم اللي هو عايزه وبيعمل له اجريجيشن، وبيطنش بقيه الايه، بقيه الكولمز في الايه في الرو. لكن ده لازم يرجع الايه البيج نفسها، لان البيج بيبقى فيها كل الكولمز، البيج بيبقى رو فيه كل الكولمز، فلازم يرجع البيج كله وبعدين يعمل الاجريجيشن. زي ما انت شايف هنا، زي ما انت شايفين اللوجيكال ريدز في اول كويري يعني قرب الايه 3000 بيج، كان لازم يطلعه في الميموري وبعدين يعمل له اجريجيشن. زي ما انت شايفين في الاندكسز الكولم ستور اللوجيكال ريد زيرو، لان بيرجع ايه، بيرجع الكولم كله وبعدين يعمل له اجريجيشن. فزي ما انتم شايفين الكولم ستور اندكس ممكن يبقى كويس في الاجريجيتس والحاجات اللي هي داتا وير هاوس لودز، لكن الاندكس الثاني كان اسرع في الرينج، في الرينج ستيتمنت الديت رينج او اي رينج ثاني، مثلا رينج اسامي رينج كذا كذا كذا. في الكويريز اللي احنا بندور عليها على بعض المعلومات، الاندكس العادي اللي هو بي 3 اندكس بيبقى اسرع في الرينج كويريز، والاجريجيتس الكولم ستور بيبقى اسرع فيه. فلما نعمل كومبينيشن بين الاثنين ممكن ناخد احسن بيرفورمانس. وسيكول 2016 يعني اول انجن يعمل كومبينيشن بين كل انواع الكولم ستور اندكس والبي 3 اندكسز.